الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا قبل كده عن مشروع مهم جدا، يعني تم متابعة المرحلة الأولى من افتتاحه. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع هذا المشروع بنفسه، مشروع زراعة 100,000 فدان صوب زراعي. وتكلمنا عن هذا المشروع وعرضنا لحضراتكم صور، تكلمنا عن الحصلات الزراعية التي سيتم زراعتها أو اللي تم فعلا بالبدء في زراعتها، عملية التسويق، عمليات الخدمة داخل الصوب الزراعية، واتكلمنا عن ان الزراعة داخل الصوب الزراعية هي موفرة في استهلاكها للمياه، في نفس الوقت في انتاجية اضعاف الاراضي المكشوفة، بنقدر نتحكم في جودة المحاصيل المختلفة، بنوفر لها الظروف المناسبة لنموها، ويكون في فرصة ان احنا نحافظ على المحصول من التقلبات المناخية. الزراعة المحمية او الزراعة في الصوب هي مهمة جدا على مستوى العالم، مش على مستوى مصر فقط، لان انت النهارده في تحدي كبير جدا بالنسبه لتوفير الغذاء، ارتفاع اسعار الغذاء عالميا بسبب التغيرات المناخيه، بسبب الزياده السكانيه، وبالتالي الاستفاده من كل الموارد بضوابط مناسبه وبالطريقه السليمه هو يؤدي فعلا الى يعني تحقيق نوع من الاستقرار او من الامن القومي الغذائي للشعوب. مصر انطلقت في هذا المجال، عندنا نماذج موجوده من سنين، لكن التوسع والاهتمام القوي بالزراعة المحمية أو الزراعة داخل الصوب الزراعية خطوة قوية جدا ومهمة جدا. مشروع 100,000 فدان صوب زراعية الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب احنا في هذا التوقيت المعاملات الزراعية هل هتختلف؟ هل هي هي اللي بتتم على مدار العام داخل الصوب الزراعية، ولا احنا محتاجين بعض الضوابط الأخرى؟ طيب ايه هي المحاصيل اللي احنا هنقدر نستفيد منها، خصوصا ان احنا عندنا ايضا جهود قويه جدا داخل وزاره الزراعه واصلاح الاراضي، وعندنا الاداره المركزيه للبساتين بتقوم بدور مهم جدا في الزراعات المحميه من خلال زراعه الخضر داخل الصوب الزراعيه. عاوزين نوري لحضراتكم النهارده النموذج اللي هنشتغل عليه، اللي الفلاح ممكن يطبقه، اللي الشباب اللي بيتكلم على فرص عمل وعاوز يزود من دخله وعنده مساحه الارض بسيطه، طب ما من نفس المساحه دي انت ممكن تضاعف الانتاجيه، هتبقى ما هياش مساحة بسيطة، لا هي هتبقى مساحة مستغلة. طب الراجل ده يزرع ايه، او الشاب اللي بيدور على فرصة عمل ايه، هي انسب المحاصيل اللي ممكن يزرعها داخل الصوبة اللي يكون منها في عائد مرتفع وفي نفس الوقت يعرف يسوقها، يبقى يقدر يطبق كل المعاملات الزراعية بكل سهولة، وبالتالي فعلا هم يستفيدوا كشباب. مهم جدا ان احنا النهاردة نقول يعني ايه ادارة موارد، انا من نفس مساحة او وحدة المساحة وبنفس كمية المياه أضاعف من الإنتاجية من خلال الإدارة الرشيدة. إحنا النهاردة معنا الأستاذ الدكتور علاء البحراوي، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين. برحب بحضرتك يا دكتور علاء. أهلا وسهلا، أنا سامح بيك، كل سنة ومعاليك طيب ومشاهدي قناة مصر الزراعية الأحباء. وحضرتك بكل خير وسلامة يا دكتور علاء. الزراعة المحمية مهمة جدا، لكن النهاردة أنا بتكلم على زراعة الخضر خصوصا داخل الصوب الزراعية. ايه النماذج اللي عند حضرتك النهارده ممكن نقدمها للساده المشاهدين؟ ايه هي اهم المعاملات الزراعيه؟ ايه هي اهم المحاصيل اللي ممكن نستفيد من زراعتها داخل الزراعه او داخل الصوب المحميه؟ الزراعات المحميه حضرتك عندنا دي موجوده في مصر من فتره طويله، لكن احنا عندنا طفره في الفتره الاخيره من 2014 وقبلها بشويه كده، عندنا تقدم رهيب في العدد المقام من الصوب والمعاملات اللي موجوده تحت الصوب، وبالاخص بعد الصدار القرار الوزاري 1244 لسنه 2016 اللي هو قنن وضع الصوب في جمهوريه مصر العربيه وخلالها وجود على ارض الواقع معترف به، ومن ثم اصبحت الاداره المركزيه للبساتين فاعل في هذا الدور بالمرور على الصوب وتقديم الارشادات ناتج الابحاث الزراعيه اللي موجوده على ارض الواقع، واصبحت الزراعات المحميه يا فندم مشروع معتمد ما شاء الله، انتاجه وفير، معاملاته في قبضة الإيد، سعره مربح، في جوانب كتير مضيئة يا فندم. احنا في الطريق لتنفيذ البرنامج الرئاسي بينص على ايه، قانون 1244 لسنة 2016؟ 1244 يا فندم لسنة 2016 حاطط بعض المحددات، وطبعا مش محددات فيها أي قسوة، بل بالعكس ده بمنتهى السهولة ننشئ صوبة وبعدين بعد كده نستدعي كل لجان الوزاره والمعاهد البحثيه للمرور
وتقديم الارشادات الزراعيه للمزارع، واذا حصل عنده اي تغير مفاجئ او اي مرض سيطر عليه او اي اندفاع لحشرات او اي حاجه بيلاقي اللجان العلميه. ده تطور يا سامح بيه في حد ذاته للزراعات المحميه في مصر، اللي كانت مجهوله لغايه 2016. ما كانش عندي تشريع قائم يحمي الزراعات اللي موجوده في الصوب، ولا يحمي الصوب، ولا يقنن وضعها، ولا يدوها اسمنه. دلوقتي في كل الكلام ده موجود، ومش عايز اقول لحضرتك بفخر وعنجهية يعني ان الاداره المركزيه البساتين كان هي اليد الاولى والطوله في الموضوع ده، لان احنا قدمنا مذكرات من سنه 2015 و2014، وعلشان انت عارف ان حضرتك موضوع حمايه الاراضي، احنا ننزل اقواس حديديه وممنوع ننزل طوب احمر ورمل واسمنت واعمال تسليح علشان نحط الصوبه، وبعدين ردت من الاداره المركزيه للحمايه المعاد البساتين، وبعد الاداره المركزيه للبساتين، وفي الاخر ربنا كرمنا في وجود الدكتور عصام فايد، وطلع فعلا قرار 1244 لاهميه يا فندم الصوب البلاستيكيه، لاهميه الصوب البلاستيكيه والانتاج بتاعها. وده مشروع لكل الخريجين، انا بدعو كل اخواتنا اللي قاعدين من خريج الزراعه او خارج الزراعه يشتغلوا في الزراعات المحميه، لان المجهود قليل والعائد باذن الله وفير. بس طب دكتور علاء، ايه النماذج اللي عندكم ومنفذينها فين؟ يا فندم الجمهوريه كلها فيها نماذج، كل الجمهوريه فيها نماذج. يعني اقرب نموذج لسه كنا فيه يوم الخميس الماضي او الاربعاء، ده كان في اللين يا فندم، مركز اللين طبعا محافظه كفر الشيخ، قريه اسمها كفر المرازقه. هناك شاب طموح، خدت بال حضرتك، عامل صوبه واحده على 22 قراط، صوبه واحده بالنظام الاسباني، بس هو كان فيها بعض التعديلات، واحنا قدرنا الحمد لله نتواصل معاه، خدت بال حضرتك، ونزيل اللبس اللي كان في الموضوع، وما شاء الله ده مش خريج زراعه يا فندم، ده راجل قبض الوظيفه والنهارده بيشتغل في انتاج محاصيل خضار وزارع خيار. الامثله ممدوده على مستوى الجمهوريه سامح بيها. انا مش عايز اقول لك ان الصوب ايه انسب المحاصيل اللي احنا النهارده نقول للناس لما هتشتغل داخل صوبه تزرعها، ايه هي انسب المحاصيل اللي تديله؟ انا يا فندم انسب المحاصيل اللي موجوده عندنا عديده، بس انا بقول له طالما هتشتغل اول مره اشتغل خيار. ايوه اول مره اشتغل خيار. حضرتك عندك فلسفه ودارس وزراعي وكنت شغال في صوبه حد او شغال عند مجموعه زراعيه اللي هي منتشره في الاراضي الجديده، يبقى عندك خيار، فلفل الوان يا فندم، كانتالوب، طماطم، دي اللي طالبها مصر والاسواق اللي بره. انا عندي يا فندم طفره في الفلفل وبالاخص الالوان، طفره كبيره قوي وكله مطلوب بره. هي ثقافته ما غزتش السوق المصري قوي، بس موجوده. أيوة. موجوده يا فندم ثقافه الفلفل الالوان، خدت بال حضرتك، لكن بره بيتهافتوا عليه. طب احنا لما نيجي نتكلم على الزراعه المحميه، انا عارف ان احنا بنهيئ الظروف المناخيه المناسبه داخل الصوبه. أيوة. طيب الظروف الجويه الخارجيه النهارده بتستدعي مننا بعض الاجراءات اللي نقوم بيها، ولا احنا خلاص الصوبه بتاعتنا محكمه وبالتالي مفيش ان هي تتاثر باي ظروف خارجيه؟ لا يا فندم، لا لا لا، احنا بس احنا على فكره كان لنا في قناه مصر الزراعيه العظيمه لقاء في 15 يناير، 15 يناير، على السؤال بتاع حضرتك، قدمنا فيها مجموعه من الاجراءات اللي واجب اتخاذها علشان الفترة دي كانت فترة انخفاض لدرجة حرارة ورياح، و15 يناير بالتحديد كان في أتربة وكان في أمطار، فكان في بعض المعاملات لا يلزم المزارع يلم بيها وياخدها في الحسبان علشان يعضب الصوب. احنا إن كانت الزراعة محمية صحيح، لكن لازم من بعض الإجراءات يا فندم اللي تتاخد وتكون في الحسبان علشان أحافظ. يعني مثلا يا الامثله اللي موجوده في الصوب اللي احنا شفناهم الاربع، عامل النظام الاسباني اللي هو النظام بتاع رئاسه الجمهوريه. أيوة. النظام بتبقى عباره عن اقواس يا فندم شابكه ببعضها، فلازم يكون في مكان لتصريف المياه وفي طريق وفي سبيشاليست في وضع خطه الصوب علشان اتصرف، لان ظهرت بعض العيوب ان تصريف المياه اللي ما بين اقواس الصوب بتنزل جوه الصوبه، فعملت عفن وكان زرع بالصدفه خيار فرفعت الرطوبه الارضيه وجابت لنا امراض داخل الصوبه، فانا لازم اكون عارف انا بعمل ايه. يعني محيط الصوبه نفسه هيتجمع فيه مياه من الامطار في الخارج، فده يسبب مشكله ينقلها لداخل الصوبه. لازم يكون في يا فندم انا عارف اتصرف المياه دي ازاي. أيوة. يعني حضرتك بصيت للصوب
بتاع البرنامج الرئاسي معموله ما شاء الله يعني، والراجل ده منفذتها قريبه منها، بس كان في اخطاء بسيطه ما مشيتش الا ما عدلتها، ما مشيتش الا ما عدلتها وتواصلت مع الشركه المنفذه، والحمد لله. ممكن حضرتكم تروحوا تعملوا حلقه من هناك، ولا حد يجيب لكم اي مداخله، وهو لو سمعني يعمل مداخله ولا احنا حاجة. ممكن نتابع معاه برضو ونشوف النموذج ده، ما فيش مشكله. طيب عشنا طبعا الصوب اللي منفصله عن بعضها اللي هي بتوجود في مصر، لان النظام الاسباني ده يعني عشان الارض عندنا طينيه، واحنا ما بنحطش اي نوع من انواع الخرسانه، فبيبقى الصوبه كبيره حوالي فدان اكتر من فدان، فبيحصل بعض الهبوط لبعض الاعمده، فديت اللي بتجيب من عندي عدم تصريف للمياه جيد. فانا عايز الصوب المنفصله اللي هي المقياس الطبيعي اللي هو 9 في 40 او 9 في 60، خدت بال حضرتك؟ دي صوب ممتازه، اللي فيه مفارق ما بين الصوبه والصوبه متر، نص متر، مترين. دي بقى لا تشغلني الامطار ولا تشغلني اي حاجه، بس انا اعرف انا داخل عليا بروده، ولازم اكون متابع للارصاد الجويه. مفيش حق، مفيش، بص يا فندم، مفيش اذاعه ولا قناه مرئيه من القنوات اللي بتبث على الهواء، خدت بالك، لما بتقول نشره جويه يوميه، فانا لازم اكون ملم بالنشره الجويه، عارف عندي ايه، وابدا بسرعه. انا عندي صوبه فيها تمزيق، فيها حاجه اغطيها، عندي سيران اللي هو الشبك يبقى يتغطى، المياه لازم اتصرف وعارف يبقى فيه ايه، عندي ملوحه مرتفعه في ارضيه التربه يبقى عندي خضار مطعم معروف، اهوي الصوبه، احتفظ باكبر قدر ممكن من درجه الحراره، واهويها بالطريقه اللي تسمح لها ان هي ما تسقعش النباتات وما كثفش البخار، ما اقفلهاش برضو بالدرجه اللي انا اكثف البخار داخل الصوبه ينزل على الاوراق يقضي الاحتراق الاوراق وظهور الاعفان. طبعا انا دليلي في كل اللي انا قلته دوت لازم يكون عندي سياسه ثقافه التعفير بالكبريت الزراعي، ثقافه التعفير بالكبريت الزراعي في الارض المكشوفه وتحت الصوب، والمكافحه بالكبريت الميكروني. دي كلها حاجات يا فندم لازم تكون في الحسبان، وانا بواجه يعني فتره صعبه اللي مرت على مصر، والوقت اللي احنا فيه ما زالت درجات الحراره منخفضه، يبقى انا لازم اكون على علم ايه اللي بيحصل حواليا، اغذي بايه، اعفر بايه، طب هو الكبريت بيعمل ايه، طب ايه اضرار البروده. انا عايز بس معلش لو تسمح لحضرتك، انا معاك، اتفضل. ايه اضرار البروده؟ لو قابلت اي مزارع يا فندم في الشارع، اي مزارع ايا كانت ثقافته، حتى لو هو واصل لدرجات علميه كبيره، وقلت له ايه اللي بيحصل، يقول لك الجليد بينزل على الزرع يسلقه او يحرقه. يعني ايه كلمه، ايه كلمه جليد؟ احنا اجدادنا واهلنا المزارعين اللي بدعوا الالفاظ الزراعيه يا فندم، وكل الالفاظ صح بتاعت اللغه العربيه. انا عايز اقول لحضرتك زي ما حضرتك عارف وكل الاخوه المشاهدين عارفين، ان الخليه النباتيه دي وحده بناء الكائن الحي. أي. ودي الخليه النباتيه بتمتاز عن الخليه الحيوانيه والخليه خليه الكائن الحي النبات الانسان، بانها لها جدار خلوي بيحب، وجوه الجدار يا فندم عندي سائل بتسبح فيه اجسام كتيره، منها الميتوكوندريا والبلاستيدات بتاعه البناء الضوئي واماكن التنفس، وعندي النواه اللي بتحمل الشريط اللي عليه الجينات والعوامل الوراثيه كلها محطوطه، يعني المخ بتاع الخليه النباتيه. صح. السائل السيتوبلازم ايه اللي بيحصل يا فندم؟ ايه اللي بيحصل بقى عشان نرجع للمزارع جاب كلمه كلوت منين؟ أيوه. اللي بيحصل يا فندم ان الجدار الخارجي للخليه النباتيه من 80 ل 90% بتكونه ميه. ايوه. وبعد كده بخش على سائل السيتوبلازم، فيه سلاسل من البروتينات اساس الحياه داخل النبات. سلاسل البروتينات دي يقتنح بيه اول ما الدنيا بتسقع وبتوصل درجه الحراره لاثنين وثلاثه، او مش عايزها توصل طبعا، ما توصلش في مصر درجه التجمد. السلاسل دي يا فندم اول ما بتحس بالبروده التائل ديت من غير ما احمي النبات ولا اعمل له اي اتموسفير حواليه سليم، تمام، السلاسل دي بتاع البروتينات دي يا فندم بتتقطع. اول ما بتتقطع بتظهر خاصيه اصيله في البروتينات اللي بيحصل لها عمليه ترصيب. ايوه. بتترصب بروتين الخليه بيعمل جلطه. شفت يا فندم المزارع المصري فجت جليطه من الجلطه اللي بتحصل فيها. اه يا فندم، الجلطه اللي بتحصل من ترصيب البروتين في الخليه، اللي هي انا نازل عندي
جليد ما تقابلش اي حد في اي ثقافه واحده في مصر. فهو البروتين ما بيمشيش بسبب البروده فيها فبيتجمع في مكان واحد يتجلط. فانت يتجلط يعني هو ده مصطلح بسيط جدا بس وصف حاله علميه. ما احنا لازم نبحث المصطلح ده موجود، انا لقيته موجود في الجمهوريه كلها، فانا لازم نبحث. الجلطه بقى يا فندم اللي بتحصل بتنسيق بروتين الخليه دي لازم يبقى عندي تغذيه بالاحماض الامينيه. الاحماض الامينيه علشان سلسله الاحماض الامينيه مع بعضها بتديني البروتين. طب انا لازم ادفي النبات، ادفيه بايه؟ كبريت، ماده مطهره، ماده عامله زي العدسه بتمتص اشعه الشمس وبتدفي النبات. طب انا لو ضفتها ما هي بتخش في تركيب البروتين بتاع الخليه، طب لو حطيتها في الارض ده عنصر غذائي، طب لو رشيت بالكبريت الميكروني مع ان انا اعرف الكبريت الميكروني في فرق ما بين الكبريت الزراعي اللي بستخدمه في التطهير والتطهير والتغذيه وخفض البي اتش بتاع التربه، والكبريت الميكروني اللي بستخدم في مكافحه بعض الامراض اللي بتيجي على النبات. دي بيستخدموا الاثنين بس انا ابقى عارف الفرق، عارف برش احماض امينيه ليه؟ لان سلسله البروتينات داخله من ترص احماض امينيه جنب بعضها، يبقى انا لازم اغذي في الوقت ده. طب ارش بوتاسيوم، البوتاسيوم بيعمل ايه؟ بيفتح ويقفل الخلايا وهو المناط به الطعم والغذاء واللون والرائحه، حاجات كتيره سامع بيه. فعلا يا دكتور علاء هو منظومه دقيقه جدا وان شاء الله احنا لينا استكمال. انا بعد اذن معاليك انا مش بقول الكلام ده كلاته انني بصعب الموقف على اللي عايز يشتغل. لا مش صعب. ما هو الصعب ابدا حضرتك انت بعيد عن كل اللي انا قلته لو انت راعيت القواعد الاساسيه اللي هي انا بهوي صوبه، انا ما بكثفش الميه جواها، انا صوبتي ما فيهاش حاجه مقطوعه، انا صوبتي راسخه في الارض، انا بزرع اصناف وهجن من 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 شتلات موجوده في صواني. الصواني يا فندم يجب ان هي تكون جايه من مشتل صوبه، ممنوع الشتل يا فندم، عايزين نغير الثقافه بتاعت الشتل من الاراضي المكشوفه، انتهت بلا رجعه. ما فيش الا عندي مكانين موبوغين في الجمهوريه، واحنا في بطريقنا باذن الله ان احنا نخلص الجمهوريه منهم. انا دلوقتي عندي نهضه لازم يشار لها بالبيان برضو، علشان ونشكر برضو الساده الوزراء السابقين اللي طلعوا لي القرار الوزاري 166 لسنه 2012 اللي نظم عمليه الشتل داخل الصوب والارض المكشوفه. أيوة. المهندس محمد رضا اسماعيل من يعني يا فندم كل تحيه وتقدير للوزراء السابقين. هو مجال وزاره الزراعه مجال العلماء وفعلا كل ادى دور مهم جدا في توقيته، واحنا يعني نتمنى المزيد من التوفيق للمسؤولين الحاليين. انا بشكرك وبالتوفيق دكتور علاء البحراوي مدير عام. بشكر عليك يا فندم، بشكر عليك وبشكر الساده المذيعين ومشاهدي قناه مصر الزراعيه. بشكرك دكتور علاء البحراوي مدير عام اداره الخضر بالاداره المركزيه للبساتين، اهميه الزراعه داخل الصوب الزراعيه او البيوت المحميه، مسميات كثيرة لكن في النهاية انت بتوفر ظروف مناخية مناسبة للمحصول علشان تحميه من ارتفاع درجات حرارة شديدة او من انخفاض درجات حرارة. دكتور علاء وضح اهم النقاط اللي احنا يجب ان نتبعها، قال لي ان الراجل ده ما تكونش صوبته مقطوعة، ان يكون فيها تهوية، ان ما يتجمعش حواليها مية، انه يقوم بعملية زي الامان الحيوي يحافظ عليها، ان يتعامل مع شتلات من مكان موثوق فيه يقدر ان هو يحافظ على الزراعه داخل الصوب باجراءات بسيطه جدا. ده بالاضافه الى كل الاضافات اللي ذكرها الدكتور علاء. احنا مهم جدا، شباب كتير قوي بيدور على فرصه عمل، انت ممكن من داخل محافظتك من داخل ارضك تقدر ان احنا نجمع بعض ونشوف مكان ننشئ فيه صوبه او اتنين حسب امكانياتنا، المهم ان احنا نبتدي. فيعني ده يعني شيء مبشر جدا لاداره الموارد السليم، إدارة يكون عندنا إدارة فعلا تحقق أعلى استفادة. هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعية مباشر. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر، معايا الحاج صالح من محافظة الدهلية. اتفضل. اتفضل يا حاج صالح. معانا يا جماعة الحاج صالح؟ يحاولوا يتكلموه او هو يحاول مره ثانيه. في مشاكل مهمه بتخص الري، تطهير مصرف، ودي كانت جات لنا شكاوي من اهالي محافظه الغربيه بشان التطهير مصرف ابشواي الجديد ومصرف سماته بمركز قطور. الحمد لله تمت الاستجابه بسرعه وقامت هندسه صرف غرب المحله الاسبوع اللي فات بعمليات التطهير فعلا.
ودي عمليات التطهير وصورها واضحه قدام حضراتكم. الحمد لله يعني ده بيساعد في تدفق المياه، يساعد ان هي توصل لنهايات الترع، يساعد ان المزارع يشتغل وهو مستريح. فانا بشكر المسؤولين في محافظه الدقهليه. معايا الحاج صالح من الدقهليه، اتفضل يا حاج صالح. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. استاذ سامح، اهلا بيك. احنا كلمناك طبعا الاسبوع الماضي والحمد لله استجابت وكيل وزاره الري، ومشكورا سيادتك ومشكور قناه الزراعه على ان استجابه سريعه، بقت عندنا ميه فل الفل. انت فين في الدقهليه يا حاج صالح؟ انا صالح شهاب الموجه من 31 بصار، مركز بلقاس، محافظه الدقهليه. ايوه افتكرتك، الميه جت الحمد لله. انت كنت قلت لي بقالي 50 يوم شهاب الدنيا يا باشا، انت قلت لي بقالك 50 يوم ما راوتش في المكالمه. ايوه صح. ايوه واستجابه للاستاذ الباشمهندس سعد السعيد موسى وكيل وزاره الري الدقهليه. تمام، انت وصلتنا به والراجل مشكورا. وانا يوميها قلت لك هو هيكلمك بنفسه واطمن، وده كان في نهايه الاسبوع وما تقلقش. قلت لي يعني انا هعمل ايه الزرع، فانا بشكره على الهواء مباشره لان هو اهتم وكلمك، وبشكر زملائي في الاعداد. بشكر الراجل. احنا نشكر قناه الزراعه لانها بتستجاب لي، ونشكر العاملين به، ونشكرك جدا جدا يا استاذ سامح. العفو يا حاج صالح، تستحق كل خير، بشكر حضرتك. ايضا كان في مطالب كثيره جدا من المزارعين باحلال وتجديد في والكلام ده في محافظة ايه يا جماعة، محافظة الدقهلية برضو كان في طلبات من المزارعين ان يبقى في احلال وتجديد في فم ترعة الشرقوية اللي بتتبع او بتقع في زمام هندسة بحري المنصورة، وفعلا دلوقتي جاري تنفيذ عمليات الاحلال والتجديد، وده تحت اشراف ادارة مشروعات ترعة السلام بالمنصورة. الإحلال والتجديد دي معنى مهم جدا، إحلال وتجديد، هو نفس المكان بس بعد سنين طويلة خلاص حصل فيه مشاكل، حصل فيه تهدم، الحواف نفسها خلاص متهالكة بتسبب مشاكل في قمامة كتير. طيب المكان ده مش عايز صيانة عادية، لا ده عايز إحلال، يعني نستبدل القديم ده بجديد، نشوف إيه اللي ممكن نبقي عليه علشان نقلل من التكلفة، لكن في النهاية هو إحلال وتجديد، يعني الشيء يرجع جديد يؤدي خدمة الناس تستفيد منها فعلا. فبشكر أيضا المسؤولين عن الري في محافظة الدقهلية لاستجابتهم لمطالب الفلاحين، ناس بتحتاج خدمة توصل سريعة بالنسبة للزراعة. الحاج سعيد من الأقصر، تفضل. تفضل يا حاج سعيد. يا دكتور. تفضل يا حاج سعيد. انا مش قلت يا دكتور، واخد بالك احنا طالعين قمح عندنا في اداره ارمنت، واخد بالك؟ ايوه. وعندنا اللي كل سبق تمام وكل حاجه والدنيا تمام وميه تمام، انا بس لي راي واحد. ايوه. كيس الكيماوي هيدوه للارض ولا هيدوه للمزارع؟ هو تفهمني يا دكتور، الله يبارك فيك. المفروض للارض. للارض، المفروض للارض. ايوه. المستاجر المفروض يا دكتور واخد بالك ياخذ كيس الكيماوي من الجميع، اتكلم قصه عامه مش عندي. كمل. انا سامعك. اولا بس انا اقول لك على حاجه، انا مش دكتور، انا سامح عبد الهادي. النقطه الثانيه، انت بص بص يا حاج اسماعيل، انت اسمك اسماعيل ولا سعيد ولا سعد؟ اسماعيل. اسماعيل يا باشمهندس. عاشت الاسامي. بص يا حاج اسماعيل، الموضوع ده اتعرض عليا كتير وانا اتكلمت فيه وناقشته وقعدت ادور. انت بتروح عند التاجر بتشوف شيكاره الكيماوي اللي هي في الجمعيه بتتباع عنده، مع ان ده ممنوع لان هي المفروض لو عنده اسمده حره بتبقى الشيكاره مختلفه. لكن ما في حل يا ما تسمعني. طيب انا هقول لك ايه السبب ان هي موجوده. انت النهارده وفي واحد بيأجر ارض من حاج حسين، فبيقول له لا انا هأجرها لك ب 1000 جنيه من غير الكيماوي بتاعها، لو انت عايز الكيماوي بتاعها مثلا يعني ب 1100، فبيقول له لا انا مش عايز منك كيماوي، فالراجل بيروح بالحيازه يصرف الكيماوي وهم اتفقوا، ده ما هو ممكن يروح يجيبوا له من الجمعيه كمان، يعني هو في رضا ما بين الطرفين، فبيبتدي الراجل ده يبيع الكيماوي او يديه لتاجر يبيعه له، فانت عشان كده بتشوفه. انما في نظام دلوقتي بيتتبع خروج اي شحنه من المصانع لغايه لما توصل للجمعيات، وفي اختام ثلاثيه بحيث ان ما فيش اي كميه تتسرب للسوق السوداء، موجود اللي موجود بيخرج بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، ان انت النهارده بتاجر ارض وتقول له لا انا مش عايز الكيماوي، وبيخفض لك في السعر، فتبتدي تشوف الكميات دي في السوق. ايه الاقتراح اللي عندك بقى؟ على الصراحه انا مثلا انا راجل استاجرت منك،
انا استاجرت منك يا باشمهندس. ايوه معاك تمام. استاجرت منك، المفروض المشرف الزراعي يديني بطاقه ورقيه تمام، مين زرع الارضي، زرع اسمعي، مستاجر من مين؟ من الباشمهندس سامح. ده المفروض لو عملنا كده. ما هو انا اللي انت بتقوله ده حلو وسليم، بس انت مستاجر ارض؟ انت راجل مؤجر؟ لا انا والله انا مالك مش مستاجر، انا غلطان. طيب حلو قوي، ما انا عايز اوضح لك النقطه دي يا حاج. دلوقتي انت ممكن واحد من جيرانك يكون مؤجر، فهو هو نفسه المؤجر ده بيقول له انا مش عايز منك كيماوي، فيجي ممكن. لا عندي ناس مش بتكلم على منطقتك، ده بيحصل على مستوى الجمهوريه. ما انت برضه قلت لي انا ما عنديش في الاول، فدي بيحصل تراضي ما بين الطرفين، بيأجر له بمبلغ اقل من المبلغ علشان مش هياخد الكيماوي، فانت بتشوف الشكاره موجوده فعلا عند التجار. بس يا وزاره الزراعه لو دخلت برضه لا هتدي شكاره الكيماوي للمستاجر. ده اقتراح حلو جدا، وعلى فكره ما هو ده مش وضع يا دكتور. حاجه بسيطه الله يبارك فيه. ايوه اللي عندنا جت المزاريق اللي هي الصرف المغطاه. ايوه الصرف المغطاه لما جت من سنه كانش يقول ارض مين، كان يقول مين اللي زارع عشان يديه التعويض، كان يقول مين اللي زارع. ايوه المستاجر زارع يكتب اسمه، لما كانت تعدي المركبه كانت هي تعمل هلاك في الارض. ايوه كان يقول مين الاخر. ايوه علشان اللي الضر هو اللي ياخد حقه اللي هو المستاجر. كلامك صح، مع المطلوب ده زي يا باشمهندس. حاضر، بشكرك، اقتراح جميل يا حاج اسماعيل، بس هي في نقطه عايزينها تبقى واضحه. عمليه ضبط توزيع الاسمده، الحاج اسماعيل بيقول لي احنا عايزينها للارض، للراجل اللي زارع، المفروض ان دي اللي يستفيد منها المحصول. تمام، لكن في بعض حالات هي منتشرة على فكرة، ما هياش قليلة، لأن احنا عندنا تفتت في الحيازة كتير، في الحيازات الصغيرة كتير، والحيازات الصغيرة بتبقى مؤجرة معظمها، فبيبقى في اتفاق ضمني ما بين الطرفين بيقول له أنا هديك بسعر أقل، هأجر لك الأرض دي بسعر أقل من القيمة، بحيث إن أنت مالكش دعوة بالكيماوي بتاعها. أو هو المؤجر نفسه أو المزارع اللي هيستأجر الأرض بيقول له إيه، أنا مش هقدر أدفع الألف جنيه مثلا، انا هدفع 900 بس ومش عايز منك الكيماوي بتاعك. فاحنا بنشوف فعلا كميات بتبقى موجوده عند التجار، لان هو ما هو خدها، فهو هيبتدي يشوف ازاي يستفيد منها. المنظومه بيتم تعديلها، الكارت الذكي مهم جدا ومقبلين عليه، كل الاجراءات تمت ان شاء الله، في بعض الاماكن هنبتدي نصور فيها المراحل الاولى علشان نعرف ازاي ان احنا نستفيد من النظام حديث ما كان تدخل القطاع الزراعي بالكامل. يا حاج عرفه، حضرتك يا استاذ سام، اهلا بيك يا فندم. فاكرني ولا لا؟ فكرني يا ريت. انا لسه مكلمك يوم الاربعاء، قلت لي روح الجمعيه بتاع التنميه الحيوانيه عند بتاع العجول. حلو قوي، انت كنت في محافظه ايه؟ هقول لك انا افتكرت. انا من الفيوم يا استاذ سام. انت سالتني على المبادره بتاعت شراء ابقار عشار بالتقسيط من وزاره الزراعه. ايوه قلت لك روح قدم طلب في الاداره الزراعيه في اداره الانتاج الحيواني، صح؟ انا رحت النهارده الاستاذ اشرف في الاداره في الدقي، وقال لي المهم قعدت معاه وقال لي ده يا حاج عرف دلوقتي ما فيش حاجه، والعجلة مش أقل من 50,000، يعني هي في الحدود. مين اللي أنت قعدت معاه ومين أستاذ أشرف ده؟ الأستاذ أشرف هو عارف حضرتك. ما الحمد لله يعني، بس هو مين؟ أنا عايز أعرف أنت قعدت مع مين يديك معلومة خطأ. هقول لك على اسمه، هو اسمه أشرف. مش عايز تفصيل، بيشتغل في إيه؟ ماسك إيه؟ مسؤول عن إيه؟ هو المسؤول يا ريس، هو المسؤول. مفيش حاجة اسمها هو المسؤول، أنا بقول لك علشان تبقى عارف الإجراءات دلوقتي، أنت بتقدم طلب. وهيتم تجميع مثلا عدد من الطلبات. بقى احنا عندنا ما انا جاي انا هكلم سعادتك اهو، هو قال لي دلوقتي لسه ما فيش حد، وبعدين يا عم عرف احنا ما عندناش دلوقتي قسط. ما عندناش لسه القسط، يعني ممكن الدفعه اللي هتيجي ما فيهاش قسط. بص كل الكلام ده انا مش عارف انت سالت مين، بس الكلام ده مش سليم، وانت ما كنتش محتاج تسافر وتيجي للقاهره. لا انا قلت لحضرتك انا بقالي من 2013 بكلم حضرتك وانا قاعد في عماره بواب، واحنا انا ومراتي واولادي 10. انت هتفتكرني. انا بس عايز بس اوصل معاك لحاجه افيدك. هو انا خدت رقم الاستاذ سامح، انا بس عشان وقت البرنامج الاعداد هياخد منك الرقم، بس انا انت فين مكانك فين دلوقتي؟ انا موجود في الهضبه يا ريس.
في الهرم هنا يعني؟ في الهضبه، في هضبه الهرم. يعني موجود في القاهره، عشان كده جيت تدقي. عشان كده بس انت قلت لي انا من الفيوم لما بتكلمني. انا قاعد في الفيوم، وانا قلت لحضرتك انا عايز اعمل مشوار. طب بص يا حاج اشرف، عشان نريح بعض يعني وما نقعدش اتتبع المعلومات، انا بحقق مش باخد مشكله. يعني انا بتقول لي من الفيوم، فوجئ ان احنا هنا في الهرم، فعلشان تبقى عارف تابعني من الشاشه والمعيدين هيتابعوا معاك، نشوف تقدم الطلب فين. حاضر، هوضح الموضوع مره ثانيه. النهارده انت بتتكلم على كمربي بشوف نوع من الثروه الحيوانيه او من الماشيه موجود، فبتقولوا في انواع مستورده من الخارج، السلالات دي جميله بتدي انتاج البان، بتدي معدل تحويل اكتر بالنسبه للحوم. طب احنا عايزين منها، مربيين كتير جدا بيتصلوا بينا، في نفس الوقت في ناس بتقول لك طب انا عايز بس معيش فلوس كامله، وعندي ضمانات، عندي حيازه، انا عندي الارض بتاعتي وعندي الحظيره موجودين، بس معيش سيوله. يا جماعه اللي محتاج حاجه زي كده يروح مكتب الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه بديوان عام وزاره الزراعه. الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنميه الثروه الحيوانيه بديوان عام وزاره الزراعه، او يتوجه للإدارة الزراعية في محافظتك، في قريتك، الإدارة الزراعية اللي موجودة عندك، تسأل على مدير الإنتاج الحيواني، مهندس الإنتاج الحيواني اللي موجود عندك، قول له أنا عايز أقدم الطلب عندك، بحيث إن أنا أقدم وأستفيد من المشروع اللي هو من عجلة لثلاث عجول عشار المعلن عنه في وزارة الزراعة. هيتم تجميع الطلبات سواء اللي تم تقديمها داخل الإدارات الزراعية في المحافظات المختلفة، أو اللي تم تقديمها مباشرة عند الدكتور طارق سليمان، ويتراجع الضمانات اللي هيتم طلب يعني تحديدها، اللي هيتوافق عليه هيتم التوجه مباشرة للبنك، هيدفع ضمان جدية 15% من قيمة الحيوانات اللي هو هياخدها، إذا كان واحد أو اتنين أو تلاتة هيدفع 15% جدية. ما هو أنا مش بتكلم على مشروع خيري، مش بتكلم على توزيع عجلات عشار مجانا، أنا بتكلم على تيسيرات بتقدمها وزارة الزراعة، فهيكون في ضمانات لأن في بنوك داخلة في الموضوع، فهتدفع 15% جدية التعاقد. يعني إيه جدية التعاقد؟ أنا كدولة أنا بجيب لك الحيوانات دي من الخارج علشان خاطرك، عشان أوصلها لك، فعلشان لما أنت تقدم الطلب يبقى أنت ناوي تكمل عندي في المشروع. فكده انا وضحت بالكامل هنتوجه فين وايه الاهم الاجراءات. استاذ حسام من القاهره اتفضل. السلام عليكم استاذ سامي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بتصل عليك في مشكله كبيره جدا. احنا دلوقتي انت عارف ان حضرتك مصر من الدول الاولى في تصدير الموالح، تمام، وللاسف دلوقتي وزاره الزراعه سايبه المزارعين والمؤجرين لتجار المبيدات يجربوا فينا الادويه. ايوه. المشكله اللي احنا واقعين فيها بقى لنا 3 سنين موضوع التصمغ في الليمون والموالح. تصلب في الليمون. تصمغ في الليمون. المحصول السنه دي والسنه اللي فاتت، يعني انا عندي في ارضي عندي 10 افدنه مقطع منها تقريبا ما يقرب من 96 شجره في خلال سنتين. كتير قوي. ليه هي مساحتها قد ايه؟ 10 افدنه. تمام. واللي جنبي، وفي ناس قال يعني في ناس خلقت اكتر من 20 فدان و30 فدان في المنطقه كلها. طب انت اتصرفت ازاي؟ ابتديت تدور على الحل؟ والله بنجيب مهندسين زراعيين، خدت بالك، ينصحونا بدواء مثلا باسماء من الادويه، نجيب الادويه بتكلفنا حوالي بال 20 ل 30000 جنيه ونرشها تجيب مفعول لمده شهر شهرين، وفي الاخر برضه نرجع لنفس المشكله ونقلع السنه اللي بعدها شجر، وكل سنه بنفس الطريقه دي، وكل واحد كل الشركات بتجرب فينا المنتجات بتاعتها. ايه الاعراض اللي بتحصل عندك على الشجره كده؟ الشجره بتنشف ويطلع فيها ماده تصمغ زي تصمغ الفواكه، زي تصمغ اشجار الحلويات، الخوخ والبرقوق والكلام ده كله. بيطلع منها السائل بتاعها، بيبقى على الشجره من بره. وهي بتنشف بيبقى فيها جفاف شديد جدا، وبتدي بتنشف تفضل من جوه كده وتقع. بتنشف الشجره، بتنشف في خلال مش اكتر من اسبوع. هو انت الصرف الزراعي عندك اخباره ايه؟ الصرف الزراعي الارض رمليه، عندنا الارض رمليه. رمليه اساسا. مفيش عندنا صرف زراعي. هي مكانها فين بالظبط؟ في قريه اسمها قريه الشروق في مركز بدر. في بدر الشروق؟ طبعا انت حضرتك عارف مديريه التحرير في البحيره. عارف
تمام. حفظ البحيره، المنطقه دي كلها اكثر من تقريبا 700 الف فدان مزروعين بالموالح، واراضي كتير جدا. في حد يعني جالك من الارشاد من مديريه الزراعه حد ولا بصر؟ اي حد، ولا اي حد بيلف، والاراضي كلها معديه بالامراض، بالمرض ده، ومتبهدله بالمرض ده. مركز بدر، مركز بدر قريه الشروق تابع لمركز بدر. طيب دلوقتي ان شاء الله انا هكلم وكيل وزاره الزراعه بحيث ان يبعت لك لجنه مش ليك انت لوحدك، للاراضي كمان اللي جنبكم. وده كان انا بقول لحضرتك في اراضي كتير اتشالت. شجر الليمون اتشال. ما الناس هتعمل ايه؟ ما خسائر جامده جدا، وانت عارف الشجره يعني انت اي حاجه فيها اشجار بتقعد كام سنه على ما تستناها عشان تديك انتاج. الله يرضى عليك. يعني انا لسه الاسبوع اللي فات، يعني المشكله في المرض ده انه بيهدي الشجره، بتهدي الخمس شجرات اللي حوالي منها، ولا الاربع شجرات اللي في المحيط. صح. والاربعه بيهدوا 20، وال20 بيهدوا 60 نفس الطريقه دي. طيب خدت بالك؟ فرجاء يا استاذ سامح اهتموا بالموضوع ده، لان فعلا محصول الموالح في مصر في خطر بسبب المرض ده. ان شاء الله وكيل وزاره الزراعه هيتصل على حضرتك، وهنشوف اللجنه هتيجي هتدينا تقريرها، وعايزين نعرف الحل يكون ازاي. فبالراحه مع بعض، وانا ان شاء الله هتابع معاك على تليفونك حتى. بشكرك. يعني الاشجار خصوصا بتاخد مجهود كبير قوي من المزارع لغايه لما يوصل للانتاج، لغايه لما الراجل ده يحس ان هو مجهوده ابتدى يؤتي ثماره. فاحنا النهارده ازاي يعني، انا بتكلم هو بيقول لك انتوا سايبني لتجار المبيدات، كل واحد عنده اختراع جديد يقول لي اهو ما تاخد تجرب ده. انما انا عايز راي علمي الاول، تقرير لجنه سليمه من المتخصصين يشخصوا الموضوع بالكامل، نشوف التربة أخبارها إيه، ونشوف الأشجار، نشوف إيه السبب، هل هو معدي فعلا. إنما إن إحنا نجرب مفيش وقت للكلام ده، ودي بتبقى خسارة كبيرة جدا. أنت عارف لما نقول بنقلع 96 شجرة، يعني هو الراجل بيقول لك أنا قطعت 96 شجرة من 10 فدادين، ما هي دي خسارة لينا إحنا. وهو أول كلمة قالها مش إحنا بتصدر، مش إحنا بندعم اقتصادنا، طب ما نحافظ على الخير اللي موجود عندنا. انما ان احنا نفضل يعني لا، انا ما لا يعني ده ما يرضناش، وما يرضاش المسؤولين داخل وزاره الزراعه. وانا وصلت لي رسالتك كامله يا استاذ حسام، هيكون الرد على الهواء مباشره في اسرع وقت، ويكون المعلومه واضحه وجاهزه للجميع علشان يبقى ده نموذج ونصوره ونشوف العلاج وخطواته. استاذ تامر من الشرقيه اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس سعد؟ اهلا بيك يا فندم. حضرتك بالصحة والسلامة. بقول لك عندنا الترعة والله لغاية دلوقتي متفحتت خالص. كنت أنا بكلمك من مدة والله، بقى مش كل شوية أحرجك والله يعني، معلش. لا فهمني إيه القصة بالظبط؟ عالية، الترعة عالية والخانية تحتينها، والماء ضعيفة أول ما تجيش هنا إلا فين وفين. يعني إيه؟ ما أنت وضح. يعني ما اتفحتتش ساعة ما أنت تيجي تحطوها وما تجيش لغاية دلوقتي. لا أنت بتتكلم على البتية؟ لا البتايه اتفحتت كذا مره واتطهرت كذا مره وبيتم تكرار. لا اكمل انا، بس سالتك السؤال ثلاث مرات وبيتم القاء مخالفات فيها تاني. هو العيب مش عيب ان انا بطهرها او طريقه التطهير، العيب ان الماس بعد ما الحفار بيمشي ان القمامه بيتم القائها مره اخرى. ده دي الخط الفرع الرئيسي. الترعه بتاعتنا اللي جايه على البلد دي ما اتفحتتش خالص لسه. الترعه الرئيسيه اتفحتت، انما انت لما يكون عندك اللي هي المراوي انت المفروض بتتابع مع الجمعيه، ومفروض ان انت كل سنه بتدفع رسوم علشان المدير الجمعيه يجيب الكراكه تنضفه. والله رحنا نوم يا باشمهندس. شفت ان انا كلامي صح وانا عارف اللي بيحصل؟ هي ناقصيه فعلا الطهاره كذا نوم. انما ان احنا نقول ما اتفحرتش كويس، لا اتفحرت كويس واتطهرت، وانا شكرت وكيل وزاره الري وبعت لنا الصور واشتغلنا معاه في القصه دي، والميه فيها فل. انما احنا عندنا خلي بالك، انتوا كمان عليكم دور كبير جدا يا استاذ تامر، انا ما ينفعش اجاملك، انت عارفني كويس وبتكلمني من زمان. لا انا عارف والله يا باشمهندس الله يكون. انتوا عليكم دور كبير قوي. هو مين اللي بيجيب القمامه دي يرميها عندك في الترعه؟ الاهالي. طب يعني ده النهارده هنوقف يعني حرس على كل مواطن نقول له لا؟ انا بقى دايما بتكلم على السلوكيات دي. طب انا عندي السلوك ده موجود، ما اطلعش اقول ما بتطهروش يا جماعه، لا اطلع اقول ان انا عندي مشكله ثانيه هي اللي بتسبب لتراكم القمامه عندي، مش ان انا ما بطهرش. الترعه الرئيسيه اتطهرت، بس عندنا الفرع بقى. حاضر يا تامر، انا هتصل بمدير التعاون الزراعي ان شاء الله.
ونبعت لكم كراكه ونشوف الموضوع ده. حاضر يا استاذ تامر، عينيا الاثنين. يعني دي حاجه ترجع لسلوكنا احنا كمصريين بقى يا جماعه، ترجع اذا كنا احنا حابين نرجع القريه المصريه مره تانية جميله ونظيفه ترجع لكده. انما يعني ما نطلعش نقول لا اصل جت وناس يعني كنت متعمد اسال السؤال كذا مره، لا اصل هي ما بتتفحرش كويس، ما بتطهرش كويس. يعني ايه ما بتطهرش كويس؟ يعني انت احنا بنهرج؟ ده انت بيتم اسنادها لمقاول، والمقاول بيبقى فيه متابعه عليه من الهندسه، وفي مهندسين بيشوفوا الشغل وبيستلموه منه. وكان من اسبوع تقريبا برضو المواطن على الهواء اتصل قال لي، قال الشغل مش عاجبني. ولما كلمنا وكيل وزاره الري تابع مع المهندسين، والراجل اتصل قال لا تمام، مفيش حاجه اسمها ما اتفحرتش كويس، في حاجه اسمها هي اتطهرت ولا لا؟ الناس جت اشتغلت ولا انت ما شفتش حد؟ طب بعد ما اشتغلوا ايه اللي حصل؟ اللي حصل ده بقى هو المشكله الكبيره. ان احنا عندنا اي قمامه اسهل طريقه ان انا اتخلص منها القاها في الترع. اسهل طريقه. انما ان انا احافظ على البيئه العامه، ده انا لما كنت بناقش موضوع كنت يعني انا بناقشه وانا عندي حلم ان هو يتحقق. لما كنت بتكلم على السياحه الريفيه. السياحه الريفيه طب ازاي؟ وفي نماذج في محافظه الفيوم جميله جدا، بس لو تعمم على مستوى المحافظات وعلى مستوى الجمهوريه، وان احنا نشوف محافظه على النظافه العامه وعلى البيئه وعلى السلوكيات الجميله دي، هو ده اللي يفيدنا احنا كمصريين. استاذ عبد الحميد من المنيا اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صاحبي؟ الحمد لله يا فندم. الله يسلمك. انا كنت اتصلت بسعادتك واخد بالك من حوالي شهر كده. انا شاري ارض من اخويا واخد بالك، فدان وسلك، واخويا توفى ما حياتش بيها. الله يرحمه. رحت المدير الجمعيه قال لي لا مش هتصرف لك سبب استماد. بعد كده سعادتك واخد بالك رحت القطاع قال لي لا من حقك. اتصل مدير الجمعيه، مدير الجمعيه واخد بالك قال لا مش هصرف. رحت للاداره الزراعيه، مدير الاداره الزراعيه في صمالوط واخد بالك حولني على 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 قسم الحيازه قال لي لا من حقك روح لمدير الجمعيه وقول له يعمل لي حصر فعلي. رحت لمدير الجمعيه عشان يعمل حصر فعلي قال لي مش هصرف لك سبب. انت مشكلتك في ايه؟ السماد ما خدتوش بتاع الارض. سيبك من الكيماوي، ما الكيماوي ده في سبب فما خدتوش. انت اشتريت ارض اتسجلت باسمك ومعاك ورق باسمك. اشتريت ارض من اخويا يعني. ورحمه الله توفى. توفاها. ماشي. انت بقى الورق اللي معاك دلوقتي ايه؟ انا معايا العقود العرفيه واستلمت الارض وعملت له واخد بالك قرار من مدير الجمعيه من يعني ايه عقود عرفيه؟ ما العقد العرفي ده الدوله مش هتقول لك لازم تستكمل اجراءاتك. هو في حاجه اسمها عقد عرفي في الدنيا دلوقتي؟ يعني انت ده العرفي ده ما بيننا وما بين بعض، بنبرم عقود علشان نكمل اجراءاتنا. هو ربنا سبحانه وتعالى توفاه قبل ما يكمل اجراءاته. في حاجه اسمها اعلان وراثه، وفي اجراءات وفي ورثه، ولازم تكمل ورقك والا انت تبقى مختصم ارض. فكده مش هينفع تصرف كيماوي. انا مش من الورثه يا استاذ سامي. انا مش بتكلم عليك انت. انا مش بتكلم عليك انت. هو رحمه الله عليه مش عنده ابناء وعنده ورثه؟ ايوه عندي ساعتها. معترفين بالبيع ده؟ محترفين. طب ما تكمل اجراءاتك القانونيه ويمضوا لك. ما فيهم اللي بره واخد بالك قاعد. مش مشكلتي، ما هو اللي بره ده انا مش هطلع سافر ادور عليه، ولا مدير الجمعيه ولا وكيل الوزراء هيروح له يدور عليه. انت دلوقتي مشكلتك تكمل ورقك. ماشي. انا مش هريحك واقول لك لا ده انا هكلمهم لازم تصرف ازاي، ده انت راجل معاك عقد، ده اخوك. اريحك بالكلمتين دول وتفضل مشكلتك موجوده. انا عايزك يبقى وضعك مستقر، ما تفضلش تجري وتلف في دايره واحده مفرغه. أمن نفسك بأوراقك علشان ولادك، علشان يبقى معاك عقد إن دي أرضك. بشكر حضرتك. يعني مفيش مجاملات في الحق، أو إن أنا أقول لك لا ده إحنا هنتدخل، إحنا معاك، أنت إزاي ما تصرف؟ هو أنت مش اشتريت والراجل ده خد منك فلوس رحمة الله عليه؟ طب فين الأوراق؟ فين المستندات اللي معاك إن أنت تكمل بيها إثبات الملكية؟ لكن هو النهارده مدير الجمعية يقول لك إيه ده أصرف لمين؟ أنت تبع مين؟ فدي اوراق لازم تستكمل. انا هنتدخل فيها ازاي كبرنامج اعلامي بيساعدكم في وصول صوتكم ورسالتكم للمسؤولين؟ عمري ما هكون مكانك في تخليص ورقك. مش هقدر احل مكانك ابدا. عمري ما هقدر ان انا النهارده اناشد او ابتدي اتابع واتواصل مع الورثه. دي حقوق ناس حضرتك ممكن تتابعها.
في الزراعة بتقول ان البصل خالي من متبقيات المبيدات، و99.1% من العينات اللي تم اخذها سليمة، وده اللي اعلنته فعلا وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن خلو البصل من متبقيات المبيدات، وبعد قيام لجان اخذ عينات من المزارع ممثلة في الشحنات البصل المصري لكافة او المصدرة من البصل المصري لكافة دول العالم خلال 2018 وتحليلها، وبعرض تقرير متبقيات المبيدات بها وفقا للتشريعات الدولية، واشارت نتائج التحليل المعملية ان الحمد لله متبقيات المبيدات موجودة فيها بنسبة 9%، وتم استبعادها في حينه، يعني اللي ظهر فيه هي نسبة بسيطة اللي هي 9%، ودي تم استبعادها في حينه من الشحنات المصدرة للخارج علشان نحافظ على سمعة بلدنا، علشان يبقى المنتج اللي بيخرج من مصر منتج سليم. وأكدت وزارة الزراعة فعلا في بيان لها اليوم على ان ذلك ايمانا من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ودورها في مجال سلامة الغذاء والحفاظ على سمعة الصادرات او صادرات مصر من المنتجات الزراعية. معنا احمد، منين يا احمد؟ السلام عليكم. كفر الزيت، اهلا بك يا احمد. اهلا بحضرتك. والله انا اتواصلت مع حضرتك على طرعة قماشة، احنا تبع ري جبين، ومن اول السنة ما جبناش مية خالص. انت تواصلت معايا امتى؟ ايوه. كلمتني امتى؟ كلمتك من شهر، ومن وقبلها بشهر، وقبلها يعني بشهر. يعني انت بقى لك كام شهر يعني؟ لا سوري، يعني الترعه دي بقى لها سنه ما فيهاش ميه؟ والله العظيم ما بيوصل، احنا في اخر العيد. ما انا بسالك سؤال، يا يا لا بدون قسم، الترعه دي ما بتجيش، ما فيهاش ميه من سنه. امال انت بتزرع ازاي؟ بزرع بالارتوازي. من الارتوازي؟ اه. هي محتاجه ايه الترعه دي يا حاج؟ الترعة دي نهاية هي ترعة رئيسية، ونهاية نهاية الترعة، والترعة دي اللي جاينا جاية مرة من تالي لكفر الزيات، ما بجيلهاش مية نهائي والله العظيم. ثلاثة كده أنا أساسا من غير قسم أنا مصدقك. تمام؟ أيوة. بس عايز أعرف هي فين؟ عايز أتكلم. اتفضل. هي فين؟ مكانها فين بالظبط؟ وطولها قد ايه؟ هي دي ترعه عموميه ولا ترعه فرعيه؟ وضعها ايه؟ لا ترعه رئيسيه، ما انا بقول لحضرتك ده مره من مركز ثاني، من مركز ثالث، وداخل على كفر الزيات، ما بوصلناش ميه، يعني احنا من اول الناس اللي من اول كفر الزيات ما بوصلناش ميه خالص. استاذ زينب لو سمحت نكلم وكيل وزاره الري ونتواصل معاه. بعد اذن حضرتك، انت حضرتك اديتني رقم وكيل وزاره الري وزير الري في شبين، وكلمني وكلمته وقال لي حاضر، وانا كلمته من غير ما اكلم حضرتك، قال لي حاضر بعد الثلاثه الشتويه. كلمته امتى؟ كلمته من 15 يوم، وقال لي حاضر بس بعد الشده الشتويه. وعنده شده شتويه دلوقتي. طيب الميه شويه ومفيش ميه خالص. والاراضي تعمل ايه؟ الاراضي اللي جنبيكم؟ والله العظيم ثلاثة ما في. طيب أنا هقول لحضرتك، والله العظيم عندي مكان 20 فدان في حتة، منهم 10 بالإيجار و10 بتوعي، ما وصلهم مية من 15 سنة، أنت مش هتصدق، هتقول لي أنت كذاب. ما أقدرش أقول كده. لا والله العظيم ما وصلهم مية من 15 سنة، وبرووه ارتوازي، والري الارتوازي مكلف. مكلف طبعًا، بس أنا عندي ترعة دلوقتي، المفروض الري الارتوازي ده ألجأ له في حالة الطوارئ. طيب حلو، طب ادونا بس ميه نروح على الترعه العموميه والترعه الفرعيه، مش مشكله نتصرفوا فيها. طب انا عنايا الاثنين هتابع لك ده النهارده بنفسي ان شاء الله، وهرد عليك بكره. طب بعد اذنك حضرتك، طلب ثاني بالنسبه للعجول البتيلو، انا رحت الاداره الزراعيه قالوا لي ما فيش دلوقتي. هو البتيلو غير الموضوع اللي انا كنت بتكلم عليه دلوقتي، غير استيراد. انا عارف وانا عارف والله حضرتك. البتيلو مش موقوف، البتيلو روح قدم طلب في مكتب الدكتور طارق سليمان، او قدم طلب في البنك الزراعي المصري. انا رحت البنك الزراعي، البنك الزراعي قال لي هات لي معاينه من اداره الزراعه. ايوه لازم تشتغل انت. مدير الاداره الزراعيه قال لك مفيش دلوقتي وكبر دماغه، صح؟ لا قال انا المسؤول عن الانتاج الحيواني قال لي مفيش دلوقتي. طب لا انا هكلمه واعرف يعني ايه مفيش دلوقتي. هو مش هو اللي بيدفع، مش هو الراجل ده بيقوم يعمل معاينه عشان يوصلها للبنك، علشان البنك يكمل ورقه واجراءاته، مش هو اللي بيدي الفلوس، يعني مش من حقه ان هو يقول لك مفيش دلوقتي. يعني ده لسه الاسبوع الماضي الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه والثروه الحيوانيه كانت معايا على الهواء مباشره، وتم اعتماد تقريبا مبلغ 34 مليون جنيه الاسبوع الماضي. بس سمعت الحلقه دي. 34 مليون جنيه تقريبا الاسبوع الماضي. فهو مش من سلطته ان هو يقول لك ده موقوف دلوقتي. انت اقف على رجليك، يعني انا بقول له كده، اقف على رجليك وروح مع الراجل ده اعمل المعاينات بتاعتك، طلع المكان ده ورينا وضعه ايه على الورق، سليم ينفع ما ينفعش،
انما ان انت قاعد في الاداره الزراعيه وبتقول انا اللي مسؤول ومفيش حاجه زي كده، طب احنا هنتابع مع وكيل الوزاره ونحقق في الموضوع ده لغايه لما نعرف على اي اساس هو بيلغي مشروع قومي موجود وشغال. حاضر، بشكر حضرتك. شاهد برنامج زراعي مباشر، شكرا لكم والى اللقاء.